كنتوا ماما تقلي كل شيء. ما بتعرف شو يعني ماما بالنسبة لإلي. يعني إذا ماما أنا عيوني بتشوف أحسن مني بكتير. إذا قالت لي شيء هي عندها حق. كبرت بنظري كتير لما قالت لي ماما كلمة إنه رافائيل بده مصلحتك وهيك يعني وهيك يعني بيحبك وهيك وبده مصلحتك. ما بدي نزعل على شيء عن جد. انت عم تقولي انه ايه خلص انت عم تقولي لا بس انه عن جد ما انه خلص ما فاين خلص عن جد. والله عالم زهقت تشوف زعلانين. ايه انه انا بتحبنا هتزعل انا بتحبنا بالنوع. لا ما بزعل عادي. اليوم التليفون بحكي مع رشاد رفيقتي قلت لي بسلم عليك كله مشتاقين لك مولع ما تحضر قد ايه عامل ضجه واكثر لبنان عامل ضجه ما تخيل وكثير حابينك انت وحنان. اليوم كثير مهضومين وطش الخد لا شفتي كيف ما شفتي كنت يمكن بالطيارات بس انه خليت انه هيك براسي انه على حبينا سوا بس ما بقى في حنان هلا بدها تاخذ موقف ما بقى الجلاده انا اذا من يعني هيك انا بضغط وستريس وضغط كل هون ضغط وستريس تخفي لك بضغط وستريس وايفار كل جمعه برايم ووعي وقلة نوم وكل شيء وحنان هيك بالنسبه لي وحنان. يعني انا اذا بدي اعتبرك رفيقتي عادي هون في اعتبرك مثل كل ما احمل همه بس انا عم بحمل همي في ما اعمل شيء بس انا مو راسي بارد اني من هسه حياتي ما عندي ولا واحد مريض كل شيء بس انا مو راسي بارد اني من ما تخلي شيء بقلبك هيك بيأثر عنك انت. ما في شيء بقلبي هذا. ما في شيء بقلبي خلص انت شو بدك تحكي لي. شو بدك تضحك بس ما بدك انه ماسك الضحكة. عادي بتضحك بتضحك خبري خبرية أنا أكثر زلمة وقح العالم ما بعرف خبي اللي بقلبي خبي اللي بقلبي إنه إذا العالم ما لازم تعرفه ما له نفس مش للعالم لإلي لإلي جوا جوا لإلي لإلي بس إنه لي مثل ضحكي بدي أضحك وخجل لا بضحك ماني حقول ما بعرف أقول ما تلزم تحقق أنت بتضايق حالك أنا بضايق حالي إذا بتحقدي بجيب السيدي تبعي نسمع انا وانت ليه؟ والله بسمع بدك؟ شو بدك تزعل ولا لا؟ اكيد بزعل طرب. شعبالي هيك كانت معكرونة وجبنة ما على اسم اللي ما اخترتوه ما حكيت امك ما بدي احكي ليه ما بدك تحكي روحت بيئتك حكيت مع رفيقتي طبعاً أنا وسعد كتير حلو غنيت حلو اليوم؟ غنيت حلو بس قالت لي قالوا لي لازم تغني أحلى نشفتي؟ لا غنيت كتير حلو بس خايفة مني قالت لي قالوا لي غنيت كتير حلو بس دلب علي أكثر أنا وسعد يعني لازم ندرب عليها أكثر
بدك تمرني عليها معاه؟ ما قلت لك نجيب السجل بس مش هلا، شوي شوي بعدين بالليل تاني. بي بتح صوتي لانه كثير تعبان عن جد كثير. هلا لو ما كنت انا اجي تحكي ما كنت رح تحكي. ما هي شو عندك من نفسك يا هران؟ تعلموا يا عالم، مش اللي واحد عنده من نفسه اللي بيخاف على نفسه إيه؟ مش معناتها بدل اخذ موقف انه انا يا باب فوق العالم. اللي بيخاف على نفسه بيعرف وين مصلحته بيروح لعنده. اللي بيخاف على نفسه مش بينطر انه هيداك غلط، لا يلا يجي ينطر انا ولا برنسيس هو يجي يعتذر. مين غلط بقولك يعني مين غلط؟ يا اختي مين ما كان غلط؟ اللي بيخاف على نفسه بيخاف. لو ما امبارح اجيت لعندي وحكيت معي وقلت لي حنان شو في حيات الله كنت زعلت، بس امبارح لما قلت لي اختاري يا من نفضل مثل ما نحن يا من نشوف بعض وما بنصلي مع بعض. هالقد بعده موجع في الموضوع. اي موضوع؟ بتعرف شو عم عن شو عم بحكي يعني؟ لا كثير بس كثير هيك وحياتي مش موجعني. شو بدك؟ شو بدفع؟ غنية؟ ايه؟ اللي عم نغنيها نحن؟ بدك ايه؟ هونيك في حالهم؟ حالي تعا تعا اسمع وينك بجروم؟ تعا مروان تعا اسمع غنيتك خلص ننزل على الجيم. الميكرو مش مزبوط تعا مش نهار. عملها يا روي جد بقت مرة غنية طلعت من راسها. عملتها منيح؟ أنا ما حسيت هيدي. غنيتها حلو كثير أنت اليوم. إيه؟ منيحة. بدنا نتمرن على هدول اللي بدك تقولهم بالأول. حلو على السماء ده حبيبي. حلو عم تطلع كثير من عندي. حبيت عنها اليوم. رايحة لعنده أنا. تروح معي؟ رفتها لأبو مني. بس أخذ الورق.